نعم ميرنا، نحن هنا في مقر البعثة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، سنتجه بإذن الله بعد ساعات إلى منى، حيث إن التفويج إلى منى يتم عبر نظام وضعته المملكة العربية السعودية، يتم التفويج جزئيا حتى يصل الحجاج بإذن الله بسلام ولا يكون هناك ازدحام شديد على الطرقات. هناك مجموعة خرجت في الصباح الباكر، وهناك أيضا مجموعة ستذهب خلال الساعات المقبلة، والحافلات تستمر في الذهاب إلى منى إلى فترة الليل. بالنسبة للحجاج طبعا مشعر منى هو هناك يكون المبيت اليوم، أغلب الحجاج سيتجهون مباشرة إلى هناك. نتوقع أن يكون هناك بحلول هذه الليلة قرابة 2 مليون حاج يبيتون هذه الليلة هناك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتجهون غدا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى عرفة والركن الأساسي في الحج، فالحج عرفة. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فهي جهزت مخيم بكامل الخدمات لحجاج دولة الإمارات، زرناه بالأمس ورأينا كيف أن الخدمات المقدمة راقية جدا. باقي الحجاج الحمد لله يعني كلهم بسلام. المملكة العربية السعودية تبذل جهود كبيرة، تستخدم أيضا أحدث تكنولوجيا في أيضا تفويج الحجاج وتقديم الخدمات لهم، هناك تطبيقات إلكترونية، هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها المملكة وتشكر عليها، ولكن أيضا هناك أيضا تنويه من المملكة العربية السعودية لجميع الحجاج بأن ينتبهوا من حرارة الجو ولا يتعرضوا لأشعة الشمس المباشرة، ويشربوا الكثير من السوائل وأيضا الأغذية التي فيها الفيتامينات المفيدة، ولا يكثرون من الجهد العضلي. عودة إليك ميرنا. شكرا لك حمد علي، موفد قنوات أبوظبي إلى مكة المكرمة.